ولمزيد من المتابعه انضم الينا الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء والفلك بالامم المتحده. بنرحب بحضرتك يا دكتور طبعا على اكسترا نيوز. اهلا بيك يا فندم. لو نشرح عموما فكره، لان لو الناس كانت حتى بتلاحظ مثلا ارتفاع درجه حراره، موجه حاره، موجه عواصف او موجه عواصف، لكن فكره تناقض فعلا الظواهر دي ازاي بتحصل، بقت موجوده في نفس المكان مثلا زي فرنسا، وان كان في جفاف في بعض المناطق، فجأة في اليوم اللي بعده فيضانات وأمطار غزيرة. يا حضرتك موجودة طبعا. احنا بنقول التغيرات المناخية عملت حاجة ما يسمى بالإكستريم وذر، أو الطقس القاسي اللي هو غير متوقع. يعني احنا النهاردة بنشوف في مناطق من العالم بيحصل فيها أعاصير، ومناطق أخرى بيحصل فيها فيضانات، ومناطق ثالثة فيها حرائق غابات زي أوروبا النهاردة. يعني النهارده ده طبعا حرائق اوروبا بسبب ارتفاع درجه الحراره واضح جدا، واحنا كلنا حاسين بيها. عمل الجفاف فاصبح الغابات كوقود. مع زياده درجه حراره اكثر تحترق. النهارده في اوروبا يعني من بضعه اشهر الى دلوقتي احترق اكثر من 700,000 هكتار، ده يوازي 1,750,000 شداد. فدي منطقة كبيرة جدا، واحنا عارفين ان الغابات دي هي رئة العالم. فمعنى ان الغابة تحترق معناها ان انا بيزيد عندي ثاني اكسيد الكربون، كاني بالظبط بحرق او بعد ما بستخدم وقود احفوري، فبيزيد عندي ثاني اكسيد الكربون ويزيد الطين بلة. وبالتالي احنا عارفين النهارده للاسف الشديد اي ارتفاع بسيط في درجة الحرارة اصبح مؤثر علينا جدا، لان الغازات الاحتباس الحراري ثاني اكسيد الكربون والميثان ومخارج المية والايروسولات، الكلام ده كله عمل ما يشبه الصوبة الزجاجية. فأصبح العالم النهاردة مفيش حرارة بتنزل أو حتى تنتج من وقود أحفوري أو حتى حرارة الشمس العادية، عندما عن طريق الأشعة تحت الحمراء الحرارية دي اللي بيبقى فيها حرارة، مجرد ما تنزل الأرض الوضع الطبيعي قبل غازات الاحتباس الحراري وزيادتها بالكمية الرهيبة الموجودة حاليا، هي بتصعد خارج الغلاف الجوي، وربنا كان بيحافظ على الأرض، يتبقى جزء منها المحافظة على دفء الأرض. لكن النهاردة مجرد ما بتطلع من الغلاف الجوي فوق بتحبسها الغازات وتردها مرة أخرى إلى الأرض مما يزيد من درجة الحرارة. النهاردة احنا شايفين طبعا أوروبا للأسف الشديد برضه هي بتنكوي من بعض أفعالها. يعني بعد الأزمة الروسية الأوكرانية أوروبا النهاردة رجعت إلى برضه الوقود الأحفوري مرة ثانية، ابتدوا يستوردوا فحم عشان ينتجوا طاقه، لان لتعويض الطاقه اللي كانت بتجي لهم من روسيا، وبالتالي استخدموها، وده زود الصين بله وخلى الاحتباس الحراري يزيد وغازات الاحتباس الحراري تزيد. حتى الصين برضه فتحت 50 منجم فحم من حوالي سنه او اقل. وبالتالي كل العالم النهارده يكتوي من التغيرات المناخيه بشكل كبير جدا، وزي ما شايفين السودان فيها مثلا فيضانات، ودي فيضانات لان برضه خط المطر تحرك شمالا، وده انا درسه كويس جدا، استخدام التقنيات الراداريه لدراسه المناخ، وبالتالي تحرك خط المطر شمالا حوالي درجه يعني 110 كيلو متر، وبالتالي بينزل. يعني في السنوات الاخيره لاحظنا ان السودان بتغرق كل سنه، وكل سنه بيحصل فيها فيضانات، وفي اماكن ثانيه فيها جفاف. عندنا احنا السي ليفل رايز او ارتفاع مسؤول سطح البحر. احنا بنقول ايه؟ علميا واثبت ذلك علميا، كلما زادت درجه حراره الميه او مياه البحار او المحيطات 10 درجات مئويه، ده يؤدي الى تضاعف التاكل ونحر الشواطئ 8 اضعاف. طيب وبالتالي احنا بنشوف نحر الشواطئ بشكل سيء الى يمين. نعم، طيب احنا منتظرين ان شاء الله كوب 27 اللي هيقام في مصر في شرم الشيخ. ان التساؤل بتاع الناس، لان بقى الخوف من ما يحدث في العالم، هل احنا ان شاء الله نقدر يبقى وباذن الله تكون مؤتمر المناخ ومؤتمر كوب 27 هو البدايه والنواه ان احنا يتم تحسين وتعديل ما يحدث من كل هذه، سواء الاعتماد على الطاقه الاحفوريه، سواء خلاص التغيرات المناخيه الحادثه، ايه اللي ممكن ان شاء الله تكون اهميه اقامه مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر ان شاء الله؟ 27 كلنا بنامل ان شاء الله ان نطلع منه بنتائج خير ان شاء الله. لسبب وحيد انا يعني حاجه متفائل بيها جدا، ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له علاقات طيبه جدا مع دول العالم، وبالتالي ممكن ياثر في القرار بشكل كويس جدا.
مصر النهارده بتتبنى برضه سياسه الست الخضراء او الوقود الاخضر، وبالتالي يعني حتى الشرق الشيخ هنديهم مثل كبير قوي، حتى الوقود اللي هتتحرك تتحرك بسيارات كهربائيه، وحتى الفنادق اللي هتبقى موجوده في شرق الشيخ برضه هتتعامل في الطاقه النظيفه، مش هيبقى فيها طاقه احفوريه خالص ولا بطرق بالشبابيك بشكل والاشكال. وبالتالي انا اامل ان شاء الله، ومع ذلك كوب 27 بيواجه تحديات كبيره جدا، خاصه اللجوء او هيخش في بند جديد اللي هو الطاقه والغذاء. فالنهارده اوروبا مهتمه بالطاقه قوي، بعد رجوع اوروبا الطاقه الاحفوريه تاني او الشحن تاني نتيجه الازمه الاوكرانيه الروسيه، ده هيكون عبء برضه علينا. ولكن ان شاء الله مصر هتنجح في هذا المؤتمر زي ما قلت، بما تتمتع به القياده السياسيه في مصر، العلاقات طيبه جدا مع دول العالم. واحنا شفنا استاذ الرئيس برضه ابتدى يتصل بالصين وبعض الدول اللي هي يعني قطعت كوب 26، وان شاء الله تعالى انا اامل خير. وبالرغم من وجود التحديات طبعا لازم ناخد بالنا ان في تحديات هذا العام، ولكن ان شاء الله مصر اكيد قادره على التغلب على هذه التحديات، وهتبقى قادره على اقناع العالم كله بضروره التخفيف من غازات الاحتباس الحراري، خاصه ان اوروبا ذات واوروبا ذره دافعه تنتوي هذه الايام من استخدام الوقود الاحفوري، وبالتالي اكون اقناعهم اسهل من ذي قبل. نعم، بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء والفلك بالامم المتحده.